سؤال يسأل يقول: هل من نصيحة لطلبة العلم وخاصة ما ينشغل به طالب العلم حسب الأولويات؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك. طالب العلم هذا يعني طريق إلى الله تبارك وتعالى، وخير ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا ندخل من هذا العلم الشرعي له هو نوره. والعلم قال الله قال رسوله، هذا العلم الحقيقي، قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا العلم محصور، العلم الشرعي في كلام الله وكلام رسوله وأقوال الصحابة الذين هم كانوا أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فعليه أن يجعل هدفه يعني حفظ القرآن وتفهمه والعمل به، وكذلك حفظ السنة ويعني به. ثم أقوال يعني سلف الأمة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم. ينصح طالب العلم أولا بالمصابرة والمثابرة والدأب. بدك تطلب العلم خليك دؤوب، امشي كل يوم جعلك فائدة فائدتين، تطلق آية تطلق آيتين، اقرأ لك حديث حديثين، وهكذا صابر على هذا. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك إن كان لك كذلك يعني جهد في طلب العلم فليكن جهدك أذن كذلك التعليم، فإن من أفضل يعني كسب العلم أن تعلم زكاة، تعلم كذلك حفظت شيء تعلمت شيء حاول أن يعني تعلمه غيرك كذلك. وانصرف لهذا على طالب العلم أن ينصرف يعني إلى تعلم العلم ويتركوا فيه وأطفال الاشتغال في يعني مقالة فلان أو فلان، كثير من طلاب العلم يعني شغل هذا خطأ فلان هذا خطأ فلان هذا خطأ فلان هذا خطأ فلان، الله ما يسألك عنه، يعني فلان هذا خطأ فلان. كنت مرة في زيارة في مكان بعيد فأخذت صلاة بدون بعدين لقيتهم يتناقشون في فلان مبتدع، قلت الله الحين هذا فلان أنا نقول إنه مبتدع على الغار، أنت ربنا هسفوا لا يا بابا إذا كان مبتدع ولا غير مبتدع، ما سألك الله سبحانه وتعالى عنه إيش اللي هديتها؟ وشاغلين أنفسهم بهذا الأمر إن فلان مبتدع ولا أمدار. وهذا للأسف الآن كثير من طلاب العلم تجدهم في أقاص الأرض وهم بعيدين عن فلان أو فلان هذا، ولكنهم تجدون أنهم واخذين طلبهم للعلم في تتبعهم ما قاله فلان وايش السقطات اللي سقط فيها وايش الاخطاء التي اخطا فيها. طيب وهل هذا علم؟ هل انك لا تعرف هذا، لا تعرف فلان هذا ولا اخطا في هذا القول ولا اخطا في هذا القول، ما ضرك هذا، ما يضرك هذا. فينبغي ان نشغل بالعلم العلم الحقيقي كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابه، ثم تاخذ العلم للتزكية عشان تزكي نفسك به إيمانا وتقوى وعملا به. أما تأخذ العلم لتكافر به أو تتباهى به أو تتفاخر به، لا. فالمراعاة بالعلم شرط، كما في الحديث أن أول من تشر بهم النار ثلاثة، أول ناس يدخل جهنم عالم ومتصدق ومجاهد. فأما العالم فيأتي به الله عز وجل ويذكره نعمته، يقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته في سبيلك، فيقال كذبت، يقول الله الله كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، يعني أخذت ما أملته ونويته وقد قيل، ثم يمر به لجهنم. وأما المتصدق فيأتي به الله ويذكره نعمته، فيقول يا ربي
لم أترك بابا تحب أن ينفخ فيه إلا أنفخت فيه. يعني وين باب من أبواب النفخة أنت تحب الإنفاق فيه أنفخت فيه. فيقال كذبت، إنما أنفخت أو تصدقت ليقال محسن وقد فيه. فأنت فعل هذه نيته ثم يمرمي إلى جهنم. وأما المجاهد فيأتي به الله ويذكر نعمته فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى أقتل، فيقال كذبت، إنما قاتلت أو جاهدت ليقال الشجاع وقد خيب. فلا يخبر الله تبارك وتعالى من عمل العبد إلا ما كان خالصا له. تعمل عمل خالص لله يبقى بالله، تعمل عمل لنفسك عشان تمدح به يبقى مول لله. الله يطول. والله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك أنا فيه غيري تركت وأشرك. خلي نيتك لله. يعني يا أيها يا طالب العلم اطلب العلم لله علشان تهتدي به تسير به تريد. ولا تطلب العلم لحظ النفس، حظ نفسك أو أن تذكر أو أن تقال. فأخلص، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذا النبي، وأمرت بأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له الدين، فأعبد ما شئت من دونه. فيجب علينا أن إنسان يتطهر من هذا الداء العظيم، داء الرياء والمراءة. من رأى الله ففعل بدون رياء، صلي، صوم، تطلب علم، تعمل شيء دون أن تريد أن يرى الناس مكانك ومقامك. لا، خلي ربنا هو الذي يرى مكانك ومقامك وعمل عملك واجعله لله سبحانه وتعالى. هذه أعظم نصيحة. وهي تحتاج علاج. قال بعض السلف عالجت كل شيء فلم أجد أصعب من علاج نيتي. يقول علاج النية أصعب شيء، لأن النية عاوزة من بداية انطلاقك للعمل قول لله، وانت في العمل لله، وبعد العمل لله، لأن أيضا ممكن يفسد العمل وانت في وسط العمل تنوي به غير الله يروح، ممكن تخلصه وعملته وبعدين تتباهى به وتقول به يروح بس أيضا يذهب. فحافظ به. فهذه قضية النية وقضية عدم الرياء قضية مهمة جدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول العظيم.